السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه غادي نهضر لكم فيها على لي كارت غرافيك ومنين غنجيبوا الدرايفر ديالهم، وغنهضر بالضبط على ثلاثه ديال لي كارت غرافيك معروفين اللي هما الانتل، انفيديا والامدي راديون. هاد لي كارت غرافيك اللي استعمالات ديالهم عديده، منها غير كيف ما كتعرفوا نتوما مثلا ملي كتكون كتفرج في شي فيديو او لا شي فيلم، الا كانت الكارت غرافيك مانستاليه في البي سي وكانت مزيانه كتبان واحد كتعطيك واحد لافيشاج وواحد الفراجه زوينه. وكاين استعمالات اخرى بحال الناس ديال المونتاج تيخدموا بالادوب بريمير وفاينل كات، وحتى بالنسبه للناس مثلا اللي كيديروا اللوجيسيلات ديال الكونسيبسيون بحال الاوتوكاد وبحال شحال من حاجه اخرى. المهم هادو غير من بين الاستعمالات، وما كاينين استعمالات اخرين، وما نطولش عليكم ندوزو مباشره نوريكم منين غنجيبوا هاد لي درايفر هادو، وباش نعرفوا شنو هما الكارت غرافيك اللي عندنا في البي سي ندوزو مباشره للشرح، وفي نفس الوقت بقى نقول لكم اي معلومات تفكرتها. المهم بالنسبه نبداو بانتل، قبل ما نبداو بانتل ندوزو للبي سي ديالي نوريكم شحال من كارت غرافيك ديالي. بالنسبه لي انا عندي دو كارت غرافيك، باش كتعرفها اسهل حاجه بالنسبه للناس اللي عندهم لي تيكي ديجا في البي سي، راه تيكونوا عندهم لي تيكي في البي سي لاصقا، واش انفيديا واش اي ام دي، وهذا اللي طاروا ليه لي تيكي تقدر يجي كليكي هنا باليمين ويدير اكزيكوتي ويكتب هاد لا كوموند دي اكس ياك بحال هكا ويدير اوكي، غطلع ليه هاد لانتيرفاس هادي. غادي يجي الافيشاج، غادي يلقى باللي بحال دابا انا عندي كارت غرافيك انتيغري. بعدا نسيت ما قلت لكمش باللي الانتل لا كارت غرافيك ديالها كتكون انتيغري، وبالنسبه للانفيديا والا ام دي راندون كيكونوا دي كارت غرافيك دي دي، يعني كتكون زايده ما كتكونش انتيغري. دونك بالنسبه لي انا عندي انتل اولترا اتش دي غرافيك 620، ها وحده نعقلوا عليها، وعندي في الروندو عندي الانفيديا جي فورس ام اكس 130. دونك هكا باش كتعرف شنو هما الكارت غرافيك اللي عندك في البي سي ديالو، وهنا كيعطيك الدرايفر اللي مانستالي ولا فيرسيون ديالو. دونك نمشيو مباشره نبداو دابا بالانتل، مثلا الانتل يو اتش دي. باش غنجيب الكارت il suffit انني نكتب مباشره هذه السميه هذه، اولا ندخل لو سيت اوفيسيال ونمشي دقه دقه تنوصل ليها. دونك نجيو لو سيت اوفيسيال اللي هو انتل غرافيك، وهذا الموقع الاول. هنايا في البروداكت كيعطيك تختار في الاول اش من جينيراسيون ديال البروسيسور اللي عندك. نعاود نقول لك الا كانت عندك تيكي غتقراها تما باللي مثلا اي 7 8، يعني 8 في لا جينيراسيون، ما بقاتش عندك التيكات غتعاود ترجع لديك الدي اكس ديالك وترجع للسيستيم وغتقرا هنايا في البروسيسور انتل كور اي 7 8500، هاد 8 كتعني باللي راني في الجيل الثامن، يعني ويتيام جينيراسيون. دونك هكا باش كتعرف اش من جينيراسيون عندك في البروسيسور، هذا الرقم هذا اللي مورا الاي 7. دونك انا عندي 8، دونك غادي نجي لهنا مباشره ندير 8 جينيراسيون، نكليكي عليها وهنايا عاوتاني تعاود تختار. هنايا غيعطيك اشنو قلنا حنا عندي اولترا اتش دي غرافيك 620، هذه هي لا كارت غرافيك ديالي، نكليكي عليها بحال هكا. وحاجه اخرى كاينه في هذا الموقع هذا، الا ما فيك اللي قلب مانيوال كتقدر تانستالي هاد لوتي ديالهم اللي غاديتيكتي لك اوتوماتيكمون وتعطيك المسائل بلا ما تقلب، مي انا كنفضل ديما ندير الحاجه بيدي. دونك هذا هو الدرايفر ويندوز 10، وهذه هي لا فيرسيون ديالو. امتى خرجت هاد لا فيرسيون؟ 29 في شهر 5 باديه ب 27.20. الا جيت انا نشوف هاد القضيه اللي قديمه، حيت صراحه شحال هادي ما درت لها ميزاج، انا عندي 26.20 دونك قديمه في لا دات 2019، دونك تقريبا دابا عام ما درت انا ميزاج. دونك الا كليكيت على لا كارت غرافيك ديالي وجيت نقرا هنا المعلومات عليها، غنلقى بلي هادو هما لي فيرسيون ديال ويندوز اللي خدامه معاهم. بالنسبه لهاد لا كارت غرافيك اللي تيليشارجيتها باش نعرف واش غتخدم لي ولا ما تعرفليش، واش غتخدم لي ولا ما غتخدم ليش، غادي نجي نشوف الويندوز ديالي واش كاين هنايا. اصلا هادو كلهم ويندوز 10، مي واخا هكا كاين الفرق. نشوفوا دابا الويندوز ديالي باش نعرف واش 19.09، واش 19.03، واش 20.04. المهم غنعاود نجي لهنايا نكليكي باليمين وندير اكزيكوتي وندير وين فير وندير اوكي. انا عندي 19.09، دونك 19.09 كاينه، دونك انا بخير الا تيليشارجيت هاد لا فيرسيون هادي غتخدم ليا.
وبيان سور لا فيرسيون الجديده هي هذه، مي انا باقي ما درتهاش، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله نقول لكم علاش ما بغيتش ندير هاد لا فيرسيون هذه، راني باقي في القديمه. المهم ما نطولش عليكم، بالنسبه للانتل راكم فهمتوا تقريبا شنو خصكم ديروا. هذا بالنسبه للتيليشارجي، اللي غيسولني على تيليشارجي، تيليشارجي البوان اكس دير داونلود ومني سالي انستالي سويفون تيرميني وروديماري البي سي ديالك، ومبروك عليك الدرايفر الجديد ديال انتل. ولكن تاكد واش الفيرسيون ديال ويندوز 10 ديالك كاين هنايا، ها انت حليتي المشكل ديال الانتل. ندوزو دابا لانفيديا. دابا انا عندي الانتل، انا حليت المشكل ديالها، ندوزو دابا للروندي يعني للديديا كارت غرافيك ديديا. انا عندي الانفيديا جي فورس ام اكس 130، نقدر نطبيها في جوجل نيشان، مي انا كيعجبني توجور ندخل الانفيديا، ندخل للشركه ونمشي دقه دقه، وهكا كنتعلموا وكنعرفوا الامور فين كاينه وكل حاجه فين محطوطه. غنجي مباشره للبيلوت وغندير تو لي بيلوت. فوالا، هنا دابا في كارت غرافيك ديال الانفيديا راه كاينين بزاف ديال لي تيب. انا قلنا عندي جي فورس، كاين اللي عنده كوادرو وكاين اللي عنده تيسلا، كل وحده والتيب بلاش صالحه. انا عندي جي فورس، غنختار جي فورس، نعاود نتاكد جي فورس ام اكس 130. انا عندي الام اكس، الام اكس 130 يعني غادي تكون في السيري ديال 100. الا كانت عندك 200 وشي حاجه في السيري ديال 200، كانت عندك قديمه شي شويه رجع شي شويه اللور غتكون في 700 ام، وفي هذا كانت جديده غتلقاها في الار تي اكس. وهذا المهم انا عندي في الام اكس 100، وعندي ماشي 150، عندي 130. بيان سور ويندوز 10 64 بيت. بالنسبه للبيلوت جي ار دي، على حساب الا كانت عندك دي دي لا كارت غرافيك الجيمر ريدي درايفر اتيليشارجي هذا، كانت دي دي ستوديو درايفر تيليشارجي هذا. انت باش تعرف خلي هذا ودير غوشيرش، لا عطاك تيليشارجمون، دونك هذاك هو ديالك. بحال دابا انا عطاني تيليشارجمون، نعاود نرجع ونختار الاخر، نختار هذا، ما غاديش يطلع لي حيت لا كارت غرافيك ديالي ديال الجيم ماشي ستوديو درايفر، ها هو ما عطانيش، هو كان تيليشارجمون. دونك ساهل، انت جرب بدا بهذا، خليه هكا، لا عطاك صافي كمل. دونك نكملو، دونك لا فيرسيون هي 451. باش نعرفوا لا فيرسيون اللي عندنا ديجا ديال انفيديا، غنجيو للبيرو، نكليكيو باليمين، نديرو بانو دو كونفيغوراسيون انفيديا. ها هي مباشرة كون في اكوي، ضروري تكون في اكوي، يعني ما كانش في اكوي كليكي على اكوي. ها هي انا عندي 445/87، دونك قديمة بزاف، حسيت انا نابديتي 445، هادي 451، دونك هادي خصني تيليشارجيها اون انستاليها. وتقدروا تقراو هنايا بزاف د المعلومات وهذا، ونخليكم تكتشفوهم، ما نطولش عليكم. هادشي بالنسبه لانفيديا. دابا ندوزو للناس اللي عندهم AMD راندوم. غنعاود نكتب هنايا AMD راديو، ندخل للسيت الاول، نجي توجور للبيلوت اي سيبور، ونهبط لتحت غادي نلقى هاد لو تروك هذا. نقدر الا كنت عارف السميه ديالها، باش غتعرف السميه ديالها كيف العاده راني قلت لكم في الدي اكس ديالك، في عوض انفيديا غتلقى انت ام دي راندوم. انا حيت عندي انفيديا طلع انفيديا، انت غتطلع لك ام دي راديون ديالك. دونك غادي تجي لهنايا وتشيرتي عليها هنايا مثلا اش دي 8000 وشي حاجه بحال هكا. بغيتي تمشي بار كاتيجوري غتختار هنا كرافيك، وتجي مثلا اللي عندك 5500 سيري كتكليكي عليها هنا، او اللي عندك مثلا 5000 ام، او اللي عندك سيكوند جينيراسيون كتكليكي عليها بحال هكا وتعطيك. المهم كتبقى تقلب عليها تتلقاها، ومن الاحسن لك انت عارف السميه ديالها طبيها مباشره هنايا في لا غوشيرش. المهم نختاروا مثلا بحال هذه مثلا هنايا، ونديروا سوميتر. انا عندي ويندوز 10 64 بيت، غادي نحل هذا لونغل وغادي نجي لهنا، غادي يعطيني تيليشارجمون. بيان سور غنختار لا فيرسيون الاخرى اللي هي شهر 6، وندير لها تيليشارجي، وانا قضيت الغاره. فوالا، هادشي اللي كاين بالنسبه لكارت غرافيك. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. هذا نتلاقاو في الفيديو الجاي، تهلاو.